وعليه أعباء كثيرة جدا، يوضح الصورة بشكل جيد جدا. المدير الفني الجديد بيبقى مرآة ليه، بيبقى يعني عنصر فعال قوي 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 في القرارات اللي ممكن ياخدها المدير الفني الجديد ده، في تشكيل بقى، في أداء لاعب، فيما يتناسب مع أداء وشكل اللاعبين. موسيماني قرر مع سامي مصان أو الجهاز كله، قرروا ان هم يعملوا راحة للاعبين في مباراة أبو قير اللي هتبقى في الكاس، وهيدوا فرصة بقى للاعبين الصاعدين واللاعبين الموجودين على الدكة، عشان خاطر ان الفرقة الموضوع بيكمن في ان طبعا هو حابب ان يكون اللعيبة عندها اريحية بسبب طبعا ضغط المباريات في الاونة الاخيرة على لاعبي النادي الاهلي، ومش عايز يكون في ارهاق بدني، وكمان يعني يتفادى لا قدر الله وجود اصابات في التشكيل الاساسي ليه في مباراته القادمة. والاسماء كتيرة بقى، لو هنتكلم عن الشناوي وهنتكلم عن علي معلول، هنتكلم على ديانج، عمرو السولية، ايمن اشرف، محمد هاني، وجايه وقفشه، دول خلاص كده هيريحهم موسيماني عشان يبقوا جاهزين في مباراه النهائي لاي من الطرفين ان شاء الله، يكون الزمالك والرجاء في المباراه اللي هتلعبها في نهائي دوري ابطال افريقيا. وجهه نظر سليمه 100%، بتفادى الاصابات للاعبي الاساسيين وعناصره الاساسيه.